البحتري ذو السلاسل الذهبية. هو أبو عبادة الوليد الطائي، ثالث الثلاثة الذين كانوا أشهر أبناء عصرهم مع المتنبي وأبي تمام. يقال لشعره سلاسل الذهب، وقيل لأبي العلاء المعري أي الثلاثة أشعر؟ فقال المتنبي وأبو تمام حكيمان، وإنما الشاعر البحتري. قال البحتري على بحر الكامل: رحلوا فأية عبرة لم تسكبي، أسفا وأي عزيمة لم تغلبي، قد بين البين المفرق بيننا عشق النوى لربيب ذاك الربرب. صدق الغراب لقد رأيت شموسهم بالأمس تغرب في جوانب غربي. مالي وللأيام صرف صرفها حالي، وأكثر في البلاد تقلبي. أمسي زميلاً للظلام وأغتدي ردفاً على كفل الصباح الأشهبي. ملك له في كل يوم كريهة، إقدام غر واعتزام مجرب. وتراه في ظلم الوغى فتخاله قمرا يكر على الرجال بكوكبي. يا مالك ابن المالكيين الأولى، ما للمكارم عنهم من مذهبي. قوم إذا قيل النجاء فما لهم غير الحفائض والردى من مهربي. يمشون تحت ضب السيوف إلى الوغى، مشي العطاش إلى برود المشرب. يتراكمون على الأسنة في الوغى كالصبح فاض على نجوم الغيهب. حتى لو أن الجود خير في الورى نسبا لأصبح ينتمي في تغلبي.